السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، مباشرة من قلب دوار بن ناصر الشمالي ميمينة. اش اخبارك ميموزة؟ نكملوا الجولة ديالنا، نتمنى من الله يكون مع الناس اللي مشاو لميموزة يكونوا ولفوا شوية. اكيد كاينين الناس اللي فرحانين وكاينين الناس مساكن اللي مكرفسين مع لما وضعوا مسائل اخرى لانهم ساكن ما عندهمش مدخول. في هذا الفيديو هذا غادي نقربوكم من جديد شنو الجديد اللي واقع في الملف ديال القاطني دور الصفيح، وتاكيد لواحد المعلومه اللي سولها لها بزاف ديال الناس، وحنا غادي ناكدوا لكم من خلال هذا الفيديو هذا، وهي اللي كتعلق بالمساله ديال توقف الاشغال. توقف الاشغال كما كنعرفوا ما كاينش شركه وحده اللي خدامه تما، يعني كاين شركات اللي كاينين تما اللي كيبنيو الشقق، وحده فيهم ما كملاتش، وحده فيهم وقفات، ربما على حساب الامكانيات اللي عنده، وهذا ربما عنده اكراهات، عنده امور ديالها اللي خلات توقف. لكن دخلت شركه من الشركات اللي خدامين تما، والاشغال راه تنفات من جديد، والامور راه غاده، يعني الاشغال عمرها ما كانت وقفات بالنسبه فيما يتعلق بالشقق ديال القاطني دور الصفيح بمره، ربما واحد الاتجاه فقط. كنهضروا كذلك على التسليم، التسليم ان شاء الله غادي يكون نهايه شهر 7، يعني كنهضروا على العيد غيدوز، وكنهضروا على المدرسه غيكونوا سالوا الامتحانات ديالها وكملت الامور. هنا كنهضروا كذلك على واحد الناس اللي كيتسناو بفارغ الصبر، اللي هما الناس ديال الشكايات، وانا هذا الفروج المشهور راكم عارفينو، والناس مساكره كيتخبطوا هنايا، ما سافروا بحال الناس، ما خرجوا بحال الناس، يعني كتشوفوا الناس مساكن كيعانيوا في البراكه وكيتسناو الفرصه ديالهم حتى هما باش يديروا القرعه. فكنتمناو كنتمناو من الله ان الامور يعني في القريب العاجل تحل هذه المشاكل ديال اصحاب الشكايات، واكيد اكيد انه خدامين هذه المساله، الناس خدامين هذه المساله وكيوجدوا الامور على اساس باش مني تبدا عمليه الهدم ما يكونش واحد التاخير كثير، لان كنعرفوا ان الشقق راهم واجدين في السيكتور 2 و3 و4 و5 و6 و7 راهم كيتفيناو دابا، وبقاو فيهم غير الطرقانهم اللي باقيين شي شويه. بالنسبه للسيكتور 8 راه بداو كيقسموا فيه كيفصلوا فيه في سميتو في البراطم ديالو في البيوتا، كذلك ومثال بالنسبه للسيكتور 1 كيفينيو فيه ما بقاش فيه بزاف. كتشوفوا الناس نتوما البيبان ديالهم مساكن، راهم ساكنين كاينين، يعني كنهضروا على الناس ديال صحاب الشكايات اللي مساكن كيتسناو الدور ديالهم. نطلب ربي يدير شي تاويل ديال الخير، ونطلب الله تيسر الامور. في انتظار ان شاء الله يتحرك الملف من جديد وتبدا عمليه الهدم، فغتحرك مع مجموعه من الامور. للتذكير فقط، عمليه الهدم غادي تشمل مجموعه من الدواوير من بين دوار اهل الحارت ودوار بن ناصر وسيدي محمد الشريف ولاد مطاعه الغربيه، دوار الهنان، واحتمال ان تنضاف لها كذلك دواوير اخرى اللي مثلا في طريق شارع طريق بن زياد بحكم الاشغال الكبيره اللي كاينه تما. نطلب الله يدير لي فيها الخير، والله يسخر الامور. الى هنا متتبعينا الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.